من الأخبار المهمة اللي لازم حضراتكم تعرفوها إن الفيدرالي الأمريكي بيرفع سعر الفايدة 0.5% ليصل إلى 4.5%. تقول لي ده في أمريكا، أقول لك ما هو اللي بيحصل في أمريكا. أمريكا لو عطست العالم كله بيجيله برد، فده بيأثر على كل اقتصاديات العالم. هتلاقي كل بنوك الخليج، كل بنوك الدول العربية، معظم بنوك العالم رفعت بنفس النسبة اللي هي 0.5%. المتوقع اللي يحصل في مصر هو مجرد توقعات وتكهنات، أنا ممكن أكون بقولها غلط، يعني ممكن دي مجرد التوقعات اللي بقولها لحضراتكم، إن من المتوقع إن رفع الفايدة، إن البنك المركزي يقر رفع الفايدة خلال اجتماع ربما يكون اليوم أو غدا، يرفع بمعدل 1 أو 2%. من المتوقع يبقى في شهادات تصل ل 20 أو 22%. من المتوقع للأسف تخفيض سعر الجنيه بشكل رسمي في السوق الرسمي أو في البنوك. دي كلها توقعات الاقتصاديين، دي اللي أنا بقولها لحضراتكم، ما بقولكش على حاجة حصلت، بقولك على حاجة احتمال تحصل النهاردة أو بكرة، والله أعلم. دي توقعات الاقتصاديين وبيوت المال العالمية الخاصة بالاقتصاد المصري. ربنا يعدي الأزمة اللي بيمر بيها العالم كله، التضخم اللي بيعاني منه العالم كله. العالم بيعاني من التضخم أشد بكتير ما كان بيعاني من الكورونا، يعني احنا مرينا بالكورونا وبعديها فكرة التضخم، بس ربما يكون التضخم هو اللي مأثر أكتر على الناس، خاصة الأسر المتوسطة الدخل، هي دي الفئة الأكتر دب على دماغها الحقيقة الفترة اللي فاتت في كل دول العالم. متوسطة الدخل هم الأكثر معاناة في هذه الأزمة، ربنا يعديها على خير.